تعود إلينا من جديد هاتفيا من عمان أكاديمية والباحثة في العلاقة الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. مرحبا بك دكتورة هدى. مساء الخير عليك. أهلا، حياك الله. إذن لجنة العمل النيابية حذرت من خطورة وجود 3 ملايين عامل أجنبي داخل العراق وسط هذه البطالة التي يعانيها العراق. من صرح للعمال الأجانب بالعمل في العراق وما الخطورة التي يمثلها أو تمثلها هذه الظاهرة؟ نعم، يعني في الحقيقة هي تحديات الاقتصاد العراقي هي متعددة ومتنوعة، ومن ضمن هذه المشكلات الأساسية والرئيسية احنا كنا نعرف هي البطالة. البطالة اليوم في يومنا هذا طبعا يعني من أكبر المشاكل التي يعاني منها العراق، لأن هذه تتأثر كلها بها بيئة الأعمال، وبالتالي فالبيئة هذه لا زالت غير واضحة المعالم وغير مبلورة. فحتى بالنسبة إلى لو رجعنا إلى آخر إحصائيات في آخر تقرير دولي لصندوق النقد الدولي في نيسان 2019 كتب بجانب العراق لا تتوفر البيانات عن البطالة، وبالتالي ما يتم اعتماده الآن هو الرقم المتعارف عليه الذي ذكرتموه أيضا في تقريركم اللي هو 20% الحكومة العراقية اللي تعلنه، ولكن هو في الحقيقة هو أكثر 40%. هو هذا ما صرح به صندوق النقد الدولي في العام الماضي، خلينا نقول في يعني منتصف العام الماضي. وبالتالي هذه ال 40% حتى هي هذه ال 40 هي قد تكون هي نسبة مقدرة، لأن هي في حقيقة الأمر أكبر من هذا. قد يفكرون انه قطاع الاعمال بالاخص في قطاع الخدمات ان عدد السكان عدد العاملين فيه العفو اكثر من غير قطاعات، وبالتالي يصل الى 60، فيقول لك انه 40 هم العاطلين. ايضا هي هذا الارقام هي كلها غير صحيحه، هي بالتاكيد هي تصل ل 50 واكثر من ال 50. ولكن هنا احنا سؤالنا ان هؤلاء بيزداد عددهم يوما بعد يوم، والحكومة لم تضع حدا إلى هذا. رأيتنا في تقريركم في جنوب العراق وهنالك أيضا في بغداد، أيضا في المحافظة يعني في العراق نلاحظ أنه هنالك من خريجي الهندسة الكيميائية وخريجي هندسة نفط، وهؤلاء كلهم لا زالوا يقفون أمام وزارة النفط من أجل إيجاد وظائف لهم، وبالتالي يتم الاستعانة بالموظف الأجنبي أو بالعمالة الأجنبية بشكل عام، تاركين وهاملين المتخرجين الموجودين في العراق. هذا كله يقع تحت طائلة سوء التخطيط، وبالتالي عدم وجود دراية ولا رؤية واضحة في كيفية وضع وضبط السياسة الاقتصادية العراقية. هذا أيضاً دكتورة. إلى موضوع آخر، إلى أنه ذكرتم أيضاً في تقريركم أن هؤلاء 3 ملايين أجانب يحصلون على فرص عمل أكثر وأفضل من العراقيين، وبالتالي أيضاً هنالك عامل آخر مناط بها هي الأمراض التي ممكن أن تنتشر من هؤلاء العاملين الوافدين، وبالتالي الذين لا يخضعون للفحوصات إلى آخره. إذا نحن بمجمل مجموعة من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي لا طالما ذكرناها ولا طالما تكلمنا بها، ولكن لا يوجد هنالك حل إلها. نعم، إذا يعني يمثل هذا الإجراء وبالحديث عن القوى غير المستغلة كما ذكرتي، كيف ترين سياسات الحكومة في هذا الجانب خلق فرص عمل على الرغم من الإعلانات المتكررة للحكومة عن فرص عمل للشباب وخاصة المتخرجين؟ نعم، يعني حتى خلق فرص عمل للشباب المتخرجين هي هذه الفرص غير واضحة، لأن لو حضرتك لو رجعنا إلى موازنة العراق 2019 لم يتوفر فيها بشكل صحيح الأرقام الصحيحة لخلق فرص عمل في العراق. ما هي الأعداد التي يمكن أن سيعمل عليها واضعو السياسة الاقتصادية في خلق فرص عمل؟ وبالتالي يشار إلى أنه هنالك بين 4 ملايين إلى 6 ملايين موظفين في الدولة، وأن هنالك نصف هذا العدد وهو ليس أيضا بصحيح أنهم يعملون في القطاع الخاص. إذا أنت لو بتتحول من
من الاشتراكية نحو الرأسمالية، وبالتالي يجب أن تجد لك سوق عمل جديد، لأن هذا جزء من الفكر والمنظومة الاقتصادية الجديدة اللي أنت جئت بها بعد 2003. يعني أنا هنا أتحدث مع واضعي السياسة الاقتصادية. نعم. إحنا اللي يحدث في العراق هو لا هو هذا الجانب، لا الاشتراكي ولا الرأسمالي، وبالتالي نحن تائهين، نحن نعوم في مجمل العملية التي هي ليست اقتصادية أصلا، وبالتالي هؤلاء الذين لا يعملون نجد أنهم ينخرطون في الجريمة المنظمة والمشاكل الاقتصادية الأخرى، التي مشاكل عفوا السياسية والإجرامية التي قد تحدث في ضمن هذا الموضوع، هنالك من ينخرط تحت الإرهاب. إذا أشكرك من عمل الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى بالكويشي.